احنا دلوقتي معانا فقرة مهمة من داخل جناح معرض فلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ولقاء مع المستشار ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين. أهلا بحضراتكم. من أرض الحدث الثقافي الأهم والأكبر في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، لسه بنواصل مع حضراتكم متابعتنا لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. حيانه اللي بيحصل على أرض فلسطين واللي أكيد كلنا بنتابعه من 7 أكتوبر أمر بالغ الصعوبة، وفي ظل الظروف دي وزارة الثقافة كانت حريصة كل الحرص على التواصل مع دولة فلسطين والأشقاء في فلسطين عشان يشاركوا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وده طبعا دعما بكل تأكيد للهوية الفلسطينية والهوية العربية ولإيصال صوت فلسطين للعالم كله من خلال هذا المعرض، لأن احنا عارفين ان رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب هم من كل جنسيات العالم. احنا دلوقتي عشان نتكلم عن جناح دولة فلسطين وعن الإقبال في هذا الجناح، يكلمنا الأستاذ ناجي الناجي المستشار الثقافي لدولة فلسطين، وهو أيضا كاتب وروائي. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور. أهلا وسهلا. يا أهلا بيك، نورنا يا فندم. طبعا أهلا بحضرتك. يا أهلا بحضرتك. طبعا أنتم موجودين كل سنة في معرض القاهرة دولة الكتاب، لكن أعتقد أن المشاركة السنة دي مختلفة شوية بسبب الأحداث. يعني فلسطين لم تغب يوما عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا يمثل بالنسبة لفلسطين حدثا استثنائيا، ولكن زي ما حضرتك تفضلت هذا العام كان هناك أيضا ظرفا شديد للاستثنائية، وكان هناك مداولات أنه في ظل هكذا الظروف هل من المجدي ومن اللائق أن يكون هناك مشاركة لفلسطين في المعرض. والحقيقة بعد العديد من المداولات كان القطع بوجوب المشاركة في هذا المنبر المهم للغاية، أولا لما يمثل من رمزية كبيرة بالنسبة لكل المثقفين والمبدعين والشعب الفلسطيني، أيضا من أجل توضيح الرسالة الفلسطينية في هكذا ظروف وفي هكذا أمور الحقيقة لم تمر كثيرا بها، وأنا أتحدث وقد مررنا بخمسة حروب منذ قبل، وبالرغم من ذلك شاركنا، ولكن مثل هذا الطغيان في هذا الوقت الحقيقة كان من الصعب جدا اتخاذ قرار سريع بذلك. لذلك وبعد مداولات كان قرار بأننا لن نغيب عن معرض القاهرة مهما كان، وكانت هذه المشاركة المتميزة والمختلفة لفلسطين في المعرض هذا العام. طيب لو هنتكلم عن الجناح والإقبال الجماهيري على الجناح، عامل إيه لحد دلوقتي؟ يعني أجمل رسالة ممكن تصل إلى شعبنا الفلسطيني الصامد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة أن يأتوا هنا إلى معرض القاهرة للكتاب، ويروا أن ليروا بأم أعينهم أن جناح فلسطين هو جناح بالمساحة الجغرافية هو جناح قياسي مثل بقية الدول، ولكن هذه 3 متر في معرض القاهرة الكتاب هي قبلة الشعب المصري الشقيق، وهذه لها رمزية عالية، والحقيقة أنه توصل رسائل عديدة أن القضية الفلسطينية دائما هي في قلب كل مصري، ونحن نلتمس هذا من خلال زيارات المواطنين المصريين، صدق مشاعرهم، نبل مشاعرهم، ما يعبر عنه حقيقة. هل بيدور حديث جانبي دائما بينكم وبين بعض؟ دائما هناك العديد من المواطنين الذين يسألون عن الكتب ثم عن الظروف عن المقدسات، يبرزون كل مشاعرهم النبيلة والصادقة. بقول لحضرتك 3 متر هاي هي قبلة معرض القاهرة الدولي للكتاب على صغر هذا الحجم، مقابل أنه في أجنحة إلى جانبنا أجنحة كبيرة متعلقة بهيئات ومراكز ومؤسسات، ولكن تبقى لفلسطين هذه المكانة المتميزة عند المواطن المصري، والذين استطعنا أن نلمس هذه المسافة وهذه المساحة من خلال إقبال المصريين الأشقاء في معرض القاهرة. وده بيعتبر جزء مهم جدا من الدور المصري، زي ما قلنا في البداية مصر فتحت كل قنواتها الإعلامية للحديث عن الأوضاع في فلسطين ولنقل الصورة للخارج، أيضا ده بيعتبر جزء مهم من خلال معرض القاهرة دولة الكتاب ومن خلال جناح دولة فلسطين في التواصل وإيصال صوت الشعب الفلسطيني. هل لحق الكتاب بالمعنى المفهوم ان هم يكتبوا كتب ويكتبوا قصص تعبر عما حدث خلال الشهرين اللي فاتوا من السنة، شهر 10 11 12؟ انا حول حضرتك احنا في جناح فلسطين هناك اكثر من مادة تتعلق بالظروف الراهنة. المادة الاولى انه احنا حرصنا على عرض قصص حياة الاطفال الشهداء ليس مماتهم،
وأمل وطموحات كل واحد من هؤلاء الأطفال وذويهم أيضا، لأنه كل واحد منهم اللي كان نفسه يكون دكتور، واللي كان نفسه يكون مهندس، اللي كان بالفعل يسعى لأن يكون مثلا يوتيوبر بلوجر، وكان في قصص جميلة جدا. ذاع صيت بعض هذه القصص زي يوسف أبو شعر كيرلي، زي ريم روح الروح، وقصص أخرى كثيرة لم تذع من ذي قبل. الحقيقة جناح دولة فلسطين هذا العام حاول يركز على القصص الإنسانية للأطفال الذين قضوا والذين استشهدوا. موضوع الثاني أيضا زي ما حضرتك تفضلت، هو أنه في نصوص كتبت خلال الحرب. هذه النصوص جمعناها بالكامل، وتم عرض هذه النصوص من خلال جناح دولة فلسطين لكتاب ومبدعين ومثقفين فلسطينيين تحت الحرب وفي ضير هذه النيران التي تلتهم كل شيء في فلسطين. كتبت هذه النصوص. إزاي استطاعوا الكتاب إن هم يكتبوا كل هذه القصص وسط النيران؟ هو توثيق إبداعي عظيم الحقيقة. وأنا أقول لحضرتك كمان شغلة، إنه مش بس استطاعوا، جمعت هذه الأعمال في محورين. المحور الأول أن هناك إصدار بالفعل صدر نصوص خلف كتابة خلف النصوص هكذا أسميت، وهي من إصدار وزارة الثقافة الفلسطينية، وتم تجميع كل النصوص التي كتبت خلال الحرب. المبادرة الثانية وهم مبادرة مهمة للغاية، أيضا سميت نصوص من غزة للكتاب الذين أبدعوا. والحقيقة أن العديد من الفنانين المصريين بمبادرة طيبة للغاية منهم قاموا بإلقاء هذه النصوص، فأصبحت مرئية. من يعني أذكر منهم الفنان سيد رجب وفتحي عبد الوهاب وحنان كرم مطاوع، قرأوا نصوص لمبدعين الفلسطينيين يوسف القدرة، نعمة حسن، والعديد من المبدعين الذين كتبوا في ظروف استثنائية. لذلك الحقيقة أولا أنا من هذا المنبر لابد أن نبرق بتحية، تحية صمود لشعبنا الفلسطيني البطل الصامد على أرضه، لكتابنا ومبدعينا، ونقول لهم أن أصواتكم وصلت بالرغم من كل هذه الظروف إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب. هذا الجمهور المصري العظيم يأتي ويقرأ هذه النصوص ويطلع عليها الموجودة هنا في جناح دولة فلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب. من كلام حضرتك كنت بتقول يعني كان في بعض الكتب بتتكلم عن قصص الأطفال، عن حياتهم وعن أمالهم وطموحاتهم، كان نفسهم يطلعوا إيه لما يكبروا. أعتقد أنه بعض القصص اللي انتشرت على السوشيال ميديا لقت رواج كبير جدا من الأطفال، لقت تفاعل من الأطفال المصريين. هل أدرك الكتاب الفلسطينيين بهذا التفاعل وبالتالي كثفوا الحديث عن قصص وأحلام الأطفال؟ يعني الموضوع فيه جزء فطري، فيه جزء له علاقة أنه ثلاث أرباع القصص التي ذاع صيتها كانت يعني بفجاعة الحدث، ويعني هذا الغوص في الإنسانية ما جرى هو الذي فرض نفسه على الساحة. لأنه الأم التي ذهبت وهي تركه لتبحث عن طفلها وتصفه أمام العالم كله، هي لا تتحدث مع العالم، يتحدث مع طبيب فقط، تحاول السؤال عن ابنها فتصفه كما تصف أي أم في العالم وتقول يوسف أبو شعر كيرلي الأبيضاني الحلو. هذا شعور الأم الفطري، هذا الذي انتقل إلى الناس، والناس والجمهور يستطيعون التماس الصدق بالمناسبة. يعني النصوص التي يوضع ليها الكثير من المحسنات يبقى هناك حاجز ما، أو دعنا نقول قالب ما بينه وبين النصوص. إيه أبرز الرسائل اللي بتوجه للعالم كله من خلال المشاركة في مثل هذه الأنشطة؟ أول رسالة أن هذا الشعب العظيم صامد وباقي على أرضه، وهذا الصمود يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار ووقف هذه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. لأنه رسالتنا الكبيرة أنه نحن لسنا أرقاما ولا إحصائيات، وليس من المطلوب أن يزيد هذا العدد من الشهداء ومن هذه الظروف العصيبة للغاية التي يمر بها الشعب الفلسطيني. الرسالة الثانية أننا باقون على هذه الأرض ولن نغادرها مهما حدث، ولن نهاجر من أرضنا، وكل مواطن يرى أن أرضه هي جنة
الفردوس، لذلك الفلسطيني باقي على أرضه، وهذا أيضا يتطلب الوقف الفوري لإطلاق النار والحفاظ على حياة الفلسطينيين، لأن كما رأينا المجتمع الدولي بالكامل يقر في هذه اللحظة بمؤسساته القانونية وبمؤسساته الدولية وبشعوبه التي انتفضت في كل العواصم من أجل الحق الفلسطيني. أعتقد أن لابد من أن يكف هذا الاحتلال من التعامل باعتباره فوق كل القوانين. ونقول أيضا للعالم أجمع أن قضية فلسطين لا يمكن محوها ولا نسيانها ولا طيها بأي شكل من الأشكال. يمكن حضراتكم شاهدتم الأطفال الذين يأتون إلى جناح فلسطين يلقون القصائد، يلقون النصوص وهم لسه صغار، يعني متى تعلموا هذا الحديث؟ هذه فطرة العدالة وهي فطرة الجيرة أيضا ووحدة التاريخ الذي جمع بين فلسطين ومصر، وبلا شك هو وحدة الحاضر ووحدة المستقبل كذلك. طيب أخيرا يا أستاذ ناجي، من خلال مشاهداتك لإقبال المصريين على الجناح وتواصل حضرتك المباشر وحديث حضرتك المباشر والموجودين برضو في الجناح بشكل عام مع المصريين، إيه الرسالة اللي تحب توجهها لأشقائنا في فلسطين؟ بقول لشعبنا الفلسطيني الصامد على أرضه في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس أن الظروف على صعوبتها وعلى كارثيتها هي مصاب جلل بلا شك، لكن الرسالة التي تصل من هنا من مصر من القاهرة حقيقة تذهب بنا إلى أن نقول أننا لسنا وحدنا، هناك ملايين تشاطرنا هذا الألم وهذا الوجع، ونحن يوميا نسمع الكثير والكثير من الكلام الصادق من الشعب المصري الشقيق ممن يبرقون، وهم كل واحد فيهم يتمنى أن يوصل هو رسالته بنفسه إلى شعبنا. لذلك هناك يقين تام بأن ما يجري على فلسطين هو مذبحة تخالف كل الأعراف والشرائع الدولية، وهناك لا أقول تعاطف إنما تشاطر للمصير، وهذه رسالة مصر التي نسمعها بشكل يومي والتي ربما من دورنا أن نوصلها لشعبنا بأن هذا الشعب المصري الأبي إلى جانبنا بكل ما أوتي من سبل دعم للقضية الفلسطينية. طبعا دي رسالة مهمة جدا يا أستاذ ناجي، بيحملها كل المثقفين والمبدعين من دولة فلسطين المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب. هؤلاء زي ما بنقول كده لا يحملوا سلاح ناري لكن يحملون قلما وهو أقوى من أي سلاح ناري. كل الشكر لحضرتك أستاذ ناجي الناجي المستشار الثقافي لدولة فلسطين، شكرا جزيلا يا فندم. يعني ما كانش ينفع ابدا يكون موجود المعرض السنه دي من غير مشاركه دوله فلسطين، فعلا زي ما استاذ ناجي الناجي قال. لقاء حلو جدا يا محمد، اشكرك عليه.